من مشروعات تطوير الأنظمة التشريعية المتخصصة التي أعلن عنها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان استحدثها أو تطويرها في إطار موجة من الإصلاحات العدلية والقضائية، مشروع نظام الأحوال الشخصية ومشروع نظام المعاملات المدنية ومشروع النظام الجزئي للعقوبات التعزيزية أو عفوا التعزيرية ومشروع نظام الإثبات الرقمي. خلونا نتعرف على إيش هو بالذات مشروع الإثبات الرقمي مع المحامي حاتم الحدبة. أهلا وسهلا حاتم. أهلا وسهلا. الإثبات الرقمي، نظام الإثبات الرقمي، أولا يعني إيش الإثبات الرقمي؟ أولا يجب أن نعرف ما هو الإثبات. نعم. أساسا الإثبات هو يعني إقامة الدليل أمام بالوسائل والطرق التي حددها النظام أمام اللي القضاء. يسموها الحجة. بالضبط، أمام القضاء في قضية متنازع عليها. الإثبات الرقمي عرفه النظام الجديد اللي هو مشروع الإثبات بأنه يعد دليل رقميا كل دليل رقمي يعني استمد من بيانات أو من بيانات نشأت أو حفظت أو صدرت عن طريق وسيلة رقمية. وهذا الإثبات الرقمي بشكل واسع، وإثباته يتطلب إجراءات معينة. كإثبات ممكن تعطيني أمثلة على الإثباتات الرقمية؟ زي إيش تقصد؟ يعني مثلا في أي وسيلة رقمية تعاقدية الآن ممكن شخص ألف يتعاقد مع شخص آخر عن طريق مثلا البريد الإلكتروني مثلا، فهو وسيلة إلكترونية، قد يكون ما يحتاج توقيع حي إلا أن التوقيع حصل توقيع إلكتروني، أنه أرسل إيميل. بالضبط. وأنا أرسلت الاعتماد. صحيح. هو سابقا ما كان يعتمد على هذا؟ سابقا كانت يؤخذ بها كقرينة قضائية، والآن لا، أصبح مع النظام الجديد يعتد به بشكل مباشر. إذا اتفق الطرفين حتى تعاقد الطرفين، الآن سمح النظام الجديد أن الطرفين يتعاقدون في نفس النظام أو في نفس العقد بإثبات أو بشرط طريقة الإثبات أو تحديد طريقة الإثبات الواقع. قد يكون يتفق الطرفين انه طرق الاثبات، من ضمن طرق الاثبات احنا رايح نبغى مثلا عن طريق مراسلات في الواتساب مثلا. طب حاتم، خليني اسالك، كيف يساهم الطريقه هذه في اثبات الحقوق والحفاظ على الانظمه؟ هو بالاساس المشروع مشروع يعني ممتاز، ويساهم يعني في تطوير جوده القضاء، وأضف لذلك أنه يحدد بشكل واضح إجراءات الإثبات عن ما هو كان سابقا، حيث أن الآن إجراءات الإثبات أصبحت واضحة ومحددة بشكل يحفظ حق الجميع ويحفظ حقوق الأفراد، بالإضافة يسرع من عملية اللي هو الإثبات أو التقاضي. كذلك أنه يرغب المستثمرين خارج المملكة أنهم يدخلون طالما أن في أمامهم إجراءات واضحة، يعرفون متى يعتد القضاء بهذا الشأن ومتى لا يعتد. فهذا الشيء يعني يساهم في استقرار النظام القضائي ويساهم في استقرار الأوراق الإثبات للجميع. طيب. يجعل المنظومة القضائية تعمل بشكل أريح. يعني طيب، يساهم في قصر أمد التقاضي كونه دليل واضح؟ سمي. يساهم في قصر أمد التقاضي كونه دليل واضح؟ بالضبط. هذا الأمر يسرع من إجراءات التقاضي. في السابق كان الوضع يعني إذا كان في قضية وجبتي أنت مثلا عن طريق واتساب أو عن طريق إيميل وجبت الإيميل، القاضي سابقا لازم يتحقق من صحة الإيميل، هل هو صدر صحيح بشكل صحيح ووفق آلية موثوقية معينة أو لا، أو عن طريق الواتساب حتى، هل هو صدر بطريقة يعني يطمئن لها القاضي ويأخذها كقرينة أو لا. الآن مع التطور ومع يعني النقلة النوعية في القضاء، احنا تجاوزنا الشيء هذا وأصبح الأمر يعني بشكل واضح يحفظ حقوق الجميع. طيب حاتم، تسمح لي أسألك سؤال؟ أنت قاعد تتكلم وأنا قاعدة أتخيل مثلا نزاع معين. نتخيل مثلا نزعنا أنا وأودي مثلا. أنت ناويتني اليوم الظاهر. إيه كذا قعدت لي. فتنازعنا أنا وأودي، وكان نزعنا عن طريق الواتساب، أنت قلتي لا، أنت قلتي، ونقاشنا كله في الواتساب، فويس مسج مرة وبعدين كتابة مرة، ترسل لي صورة الشيء والنزاع. هل أنا لو أخذت جوالي ورحت عند القاضي قلت له أنا هذا 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 النقاش، هذا الدليل، هل بهذه البساطة يستند إلى الإثباتات الرقمية وخلاص؟
ولا لها أبعاد أخرى؟ جميل سؤالك. الأمر اللي عليه الضوابط لكل دليل رقمي يجب أن يكون له ضوابط، يجب أن يكون استخراجه، طريقة الاستخراج تكون بشكل صحيح ومشروع. كيف يعني؟ كيف بشكل صحيح ومشروع؟ أنه تتقدمين أولا في البداية، مثلا تأخذين يعني الرسائل هذه تقدمين مركز الشرطة، تقدمين بلاغ بشكل صحيح. يسبق ذلك قد يكون أنه إثبات محضر واقعة، هذا الرقم لمن يعود، يتم هذا الشيء يتأكد أن رقم الواتساب اللي أنا قاعدة أتكلم معه هو رقم أودي. بالضبط. أوكي. فيتحققون بآلية معينة في الأمر هذا، أنه يعود لأودي أو يعود لأودي، بعدين يفرغون ما داخل هذا المحادثة في محضر واقعة. بعد ذلك تستطيعين أنه تحالل للنيابة، تستطيعين أنك تأخذين يعني إجراءاتها القضائية بعد كذا. يعني مثلا أودي أنا الحين، أنا النقاش يعني كل ما علي أني أخذ جوالي وأطلع الشرطة. بالضبط. بس بالضبط. طيب يعني معناته أنه كل القضايا نقدر نستخدم فيها صح هذه الطريقة؟ مشروع ولا لا في أشياء، في قضايا معينة تفرق عن قضايا؟ لا، مشروع الإثبات الجديد أو مشروع نظام الإثبات كان يخص القضايا المدنية والتجارية. القضايا المدنية سابقا القضايا الجنائية واضح طريقتها، ولكن الآن نظام القضايا المدنية والتجارية المعاملات صارت يعني بشكل عاجل وبشكل سريع. الآن أخت لبنى تستطيعين تطلبين طلب دليفري مثلا صحيح، وتصير مشكلة ما تدري شلون، وتروحين ترفعين دعوى للشركة وتظلم اشتكي الشركة. الآن أصبح ممكن، أنا أرى أنه بيكون أسهل من ناحية إثبات التعاقد المدني هذا. في بعض الناس يعني تعاقد بشكل يعني مبلغ كبير، ما هو 200 ريال ولا 300، ممكن مبلغ كبير، ويوم تجي مشكله في الشحنه او مشكله، او حتى يتعاقد الكترونيا. فالان حتى يحفظ حق الجميع صار الامر هذا وفق قناه معينه واضحه، ويحقق يعني السرعه في القضاء، يريح القاضي ويريح الخصوم. اوكي جميل. صح حاتم. طب معلش سؤال ثاني، التصوير يعتبر من الاثبات الرقمي يعتد فيه؟ التصوير مع يعني التصوير فعلا يعتبر، اذا صور بوسيله رقميه وارسل يعتبر اثبات رقمي جدا. يعني مثلا خليني اسالك، احنا بحكم نطلع نروح نجي بعض الاحيان يتم تصويرنا بطريقه احنا ما ادري عنها، والمفروض اني ما اتصور مثلا وانا قاعده اكل، مثلا وانا قاعده اتناقش مثلا في مكان خارجي، هل الشخص اللي صورني انا ما اعرفه لو وصلني الفيديو ممكن اني انا ارفع فيه في الاثبات الرقمي ولا ما اقدر، لانه اصلا انا ما عندي مصدر، ما اعرف مين اللي شيء انتشر؟ هذا الشق جنائي وليس مدني وتجاري. أوكي. اذا انت رفع يعني اضريتك الصوره هذه او الفيديو اضرك او اعتدى على خصوصيتك، ورايت انه انتهاك لخصوصيتك او انتهاك لاعتداء ايا كان نوعه، ممكن تقدمين تاخذين الفيديو هذا او الصوره وتقدمين يعني للشرطه، والشرطة راح تحيله للنيابة وفق آلية محددة ويأخذ مجراه الطبيعي. طب بس أنا ما عندي خصم، الإثبات الرقمي المفروض يطلع الخصم لي؟ يصير تعقب بالآي بي حق ال، راح يتعقبون رقم الجوال لمن يعود. أوكي، يعني ما يدخل من ضمن الإثبات الرقمي، يدخل ضمن أشياء جنائية. بالضبط، هو شيء جنائي. يعني مشروع الإثبات الرقمي أو مشروع نظام الإثبات كان يخص القضايا المدنية والتجارية وخصصها بشكل واضح. أما الإثبات الرقمي هو من ضمن الإثبات، ويجب أن يكون يدخل فيه الجنائي ويدخل فيه جميع القضايا، وهو يرسم صور الإثبات كيف تتم. فهمت عليك. طيب أنا عندي سؤال آخر، إحنا كثير الآن نتعاقد عن طريق الواتساب. أنا جاني مثلا جهة قالت لي لبنى إحنا اتفقنا معاك مثلا أنها تسوي هذا الشيء مقابل هذا الشيء، تفاوضنا لا السعر غير مناسب، اتفقنا على المبلغ، رحنا وجينا، الاتفاق كله عبارة عن محادثات واتساب، ما في عقد وقعته أو ما شابه. هل هذه المحادثات يعني أنا لو أخذتها، خلينا نقول أني أنا رحت سويت الشيء المطلوب مني بس ما أخذت المقابل، صحيح، ورحت اشتكيت او رحت قلت لهم يا جماعه انا تم الاتفاق، انا سويت اللي علي، هو ما اعطاني المقابل، وين اثباتك؟ محادثه واتساب، هل تدخل ضمن الاثبات الرقمي في اخذ الحقوق؟ صحيح، اذا كان المحادثه تمت بصوره ايجاب وقبول، ايجاب من عندك، عرضتي او عرضت عليك سلعه وتم يعني القبول منك
وتم يعني المراسلة وفق آلية معينة حققتها أنه إجابة وقبول وأن هذا العقد تم بيننا. هذا إذا عرض للقضاء يعتبر إثبات رقمي، يقدم الوسيلة الإثبات الرقمية التي تمت فيها التعاقد ونشأت فيها البيانات، ويقدم أمام القاضي بعد استيفاء إجراءات واضحة قبله، استيفاء إجراءات الإثبات المطلبة لإثبات هذا الشيء. فإذا استوفيت هذه الإجراءات ممكن يعتد بها أمام القضاء، ومنها ممكن تصدر حوالات معينة بينكم وبينه أو أيا كان. اسمح لي على هذا الـ 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 الآن مثلا هجيبها لك بالعكس، اتفقت مع شخص على شيء وحولت له المبلغ مقابل خدمة معينة، مش تصير هذه؟ صحيح. على طول بدون عقود، أنت أنا مثلا هشتري، خاصة في المبيعات الإلكتروني الآن، صح، يقول لك حول عشان نقدر نجي نوفر لك القطعة، فأنا حولت المبلغ وما وصلتني القطعة، هل الآن الحوالة المالية فقط وجود أو إرسالها له عن طريق الواتساب يؤخذ كمستند؟ بلا شك. هذا يعتبر مو قرينة على صحة التعامل. بيقول لك والله أنا هي هذا كان مبلغ هي مستلفته مني وحولته. لا، الآن قبل تحويلة المبلغ أكيد صار فيه بينكم نقاش وآلية أنه تم عرض القطعة، بعد ذلك أنا أبغي القطعة الفلانية ومحتاجتها، كم سعرها الفلاني، خلاص أنا راح أحول. لأن حلو كلامك جدا، فاللي بيسوي أي شيء لا تخلون التفاوض اتصال، خلوه واتساب الآن. صح، أحلى مراسلة كثير. وأرسلي ويرد وكذا، والحوالة تكون كل واتساب، لا قدر الله تكون كقرينة. بالضبط. حاتم، هل كان القرار هذا نتيجة لارتفاع الجرائم المعلوماتية وتساهل الناس فيها؟ هو بلا شك القرار راح يحد من اشياء كبيره، وراح يحفظ الحقوق، يحد من بعض الجرائم وبعض القضايا المدنيه والتجاريه. الان بعض العقود الان تحصل يعني تعرض امام القضاء ويتم في صعوبه في اثباتها، صعوبه، والصعوبه هذه تساهم في يعني في طريقه المحاكم كيف تتعامل معها، طول الاجراءات، بدل ما يكون الاجراء بشكل أقل ساهم الآن أنه بطول الإجراءات. فالحكومة حفظ الله وسمو سيدي ولي عهد يعني ما أطلق هذا البرنامج أو ما أطلق هذا المشروع إلا بعد ما وقوف على هذا من مختصين. صحيح. وقوف من على هذا الضعف أو هذا الثغرة. طب حاتم، أنا ودي أسألك سؤال. الآن هذا القانون عمم، المفترض وكل الجهات تعرفه، يعني مفترض أنه أي أحد الآن يتجه على جهة قضائية، شرطة، نيابة، محكمة، المفترض أن الآن الوعي كافي عند القائمين على هذا الدور، أنه لو أحد جاك بواتساب يعتد فيه، لأنه كمان في بعض الأحيان ممكن يكون يقول لك هذا واتساب، لا أجيب لي دليل أدق. في هذه الحالة أنا إيش كيف أتصرف؟ طبعا القانون تم الموافقة عليه من مجلس الشورى، في آلية لإصدار المراحل للإصدار الأنظمة في المملكة العربية السعودية. من ضمن الآلية أنه أول شيء يتم في مجلس الشورى، بعد الموافقة من مجلس الشورى يرفع لمجلس الوزراء لكي يتم فيها الموافقة، ثم يرفع للمقام السامي أو رئيس مجلس الوزراء لإصدار مرسوم ملكي فيه، ثم ينشر ويصدر فينشر. هذه الإجراءات كلها تمت؟ هذه الإجراءات بعد مضي هذه الإجراءات كاملة نبدأ في أنه النظام يصبح مطبق على الجميع، ولا يمكن يعني الاعتذار أنه هذا النظام غير يعني لا يطبقه إلا جزء أو لا. هذا النظام راح يطبق على الجميع ولا من من كان في أي مكان، سواء في جهة حكومية أو في جهة قضائية، والأمر يعني راح يحفظ من جميع النواحي في كل القطاعات، حتى في قطاع الشركات والأعمال بالضبط. والمحاكم العمالية وكل ما صحيح صحيح جميعها. وراح بالعكس راح في القطاع الخاص راح يكون دور الإثبات يتغير، يعني طالما انه فيه نص في مشروع الاثبات ان الاثبات الالكتروني راح يكون ضوابطه كذا وكذا وكذا، الان اعطى اريحيه للافراد واعطى اريحيه للشركات انها تتعاقد بصوره مطمئنه. صح. لانه طالما انه حقي محفوظ انا راح اتعاقد معك وانا مطمئن. صح، وتربي كثير نفوس. صح. تكون شريره او ناويه شر صراحه. بالضبط. بالقوه تربون. صحيح. أستاذ حاتم يعطيك العافية وشكرا لتواجدك معنا. الله يعافيك أختي ودي. مشاهدين، نطلع فاصل قصير ونرجع لكم.